الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة بأول أيام مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل باندفاعة أشواط الحقائق، شوطنا الخامس لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات، هناك السيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأسماء والشعارات الكبيرة التي تنطلق باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع الأسماء والشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. أول المراكز تتواجد شوميلة لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش الذي يتابع شوميلة على الصدارة حاملة الشعار هجن الغرافة، بينما المركز الثاني وصل الظن لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سفران في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثالث القادمة هنا الرها لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يتابع الرها على المركز الثالث. المركز الرابع شعار هجن الغرافة قادم مع الوارية، وحاضر هذا الشعار المميز مع هذه الأسماء الجميلة، الوارية على المركز الرابع بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، بينما المركز الخامس ننتقل مباشرة مع القادمة والحاضرة هنا هيمنة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي قدم لنا نبا وقرهود حاصلتا على الشلفة والخنجر الذهبية في هذا المساء المميز. ها هو هذا الشعار يتقدم في هذا التحدي، يتواجد بهذه المنافسة باحثا عن إنجاز آخر في هذا المساء المميز. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة بأول نداء أنتم على ما سمعكم بالوفاء والتمام، للخمس الأسماء المميزة الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن هذا الإنجاز الجميل. ولكن نعود مع هجن الغرافة، شوميلة مع البداية ما زالت تنفرد في مقدمة هذا الشوط بقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي، يتابع شوميلة الحاملة والقادمة بشعار هجن الغرافة حاضرة على الصدارة، بينما المركز الثاني قادم ظن بهذا الشعار المميز، في هذا الشعار الجميل الذي ينطلق في هذه المنافسة، شعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وحسين بن محمد بن سفراني، يتابع ظن على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الرها لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، بدأ بالمشاغبة بتحرك الرها من المركز الثالث إلى المركز الثاني. المركز الرابع القادمة محبة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، وخامسا الوارية لهجن الغرافة، ولكن تسللت مياسة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة والنجوم اللامعة والساطعة في هذا التحدي الكبير في نداء الثاني، للخمس النجوم المميزة المنطلقة في هذا التحدي المتواجدة في هذا المسار. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر عند خط النهاية، ولكن شوميلة ما زالت مع البداية، الكيلومتر الأخير والخطير الفاصل عن الناموس، الفاصل عن هذا الانتصار وهذا الإنجاز في هذا المساء المميز. شوميلة على البداية حاملة الشعار هجر الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي، ولكن قادمة محبة لهجر الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بدأ الشبل بدأ يتحرك في هذا التحدي، بدأ يسير بخطى ثابتة نحو الانتصار. وصلت شوميلة، ولكن محبة
سللت محبة إلى صدارة مع هجر الشحانية بصدارة هذا الشوط، باحثة عن هذا الإنجاز، باحثة عن السيارة، باحثة عن الهاتريك بشعار هجر الشحانية، ومع الشبل جابر بن سالم بن فرار المري يقدم لنا هذا الأداء المتميز وهذا العرض الجميل بدون أوامر وبدون تحريكات. محبة تقترب من الانتصار، تقترب من هذا الإنجاز المميز. نبا وقرهود ومحبة، هنا الشبل يحتكر الأشواط المفتوحة في هذا المساء المميز. هجر الشحانية الشعار الأدعم الحاضر المتواجد دائما، المقدم للأسماء المميزة، المقدم للعروض الجميلة. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وعشاق ومحبي هذا الشعار المميز. تهانينا والمبروك على فوز محبة، وتحية للإنجاز لهجر الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني. وصلت الرهان لهجر الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. وصلت ريمية لسعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني المركز الرابع. المركز الرابع وصلت هيمنة لهجر الشحانية. المركز الخامس، المركز الخامس وصل التنفيذ لهجن الغرافة. هكذا مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة، فكان الشعار هجن الشحانية مهيمن على الأشواط المفتوحة في هذا المساء الحاضر والمتوج في هذه المعركة الطاحنة مع محبة محقق ناموس هذا الشوط. 5:49 31 جزء من الثانية، تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثاني الرها 5:51 82 جزء من الثانية، تهاني وناموس لهجن الشحانية وتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث جاءت في المركز الثالث ريمية 5:53 20 جزء من الثانية، تهاني وناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على فوز ريمية في المركز الثالث. تهاني للمالك بن عبد الله بن شامس بن سالم المحاربي من